سلام البنات ومرحبا بكم في قناتكم قناة مطبخ الأصيل. اليوم جبت لكم وصفة البسبوسة اللي كنتوا طلبتوها مني. الوصفة هذه اقتصادية تناسب بزاف المشاريع. ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، وإلا عجبكم ديروا لي لايك ودعموني باشتراك، وما تنساوش تفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. نبدأ بسم الله. يعني اول حاجة راح نحضروا الشربات. انا هنا دايره كاس ونص سكر عادي، تقابلها 3 كيسان ماء وبرج قارص. يعني الكميه تاع السكر ضيف تاعها ماء. راح نديرهم مع بعض ونديرها تغلي، نحسبوا لها ربع ساعه ونطفوا عليها. الان نروح نحضروا البسبوسه. انا راح نستعمل هذا الكاس. انا دايره هنايا كاس بيض، يعني فيه حوالي 4 حبات. عندي كما قلت لكم كاس بيض، كاس الا ربع سكر عادي، كاس زيت، كاس سميد متوسط، استعملت هذه النوعيه هاي ليك، وكاس خبز مرحي، واحد كيس خميره كيميائيه، ومبشور الليمون. هنا راني ضفت البيض، قرصه تاع الملح، وراني نخلط. زدت ضفت عليهم السكر، تقدروا انتم تستعملوا الخلاط الكهربائي. نضيفوا مبشور الليمون، بعدها الزيت، ونضيفوا السميد والخبز المرحي، والكيس الخميرة من الأحسن تغربلوه. نخلط مليح. هاوليك الخليط تاعي لازم يكون بهذا القوام. أنا هنايا عندي العلب تاع الألمنيوم هذو، ما راني دهنتهم كامل بالزيت. بعدها نملأهم بالخليط اللي كنا درناه، يعني نعمروا 3/4 العلبة. نكمل كامل الحبات اللي عندي ونطيبهم على 180 درجة، والمدة دات لي من ربع ساعة حتى 20 دقيقة. حتى ياخذوا هذا اللون هاوليك. الآن نروحوا نعسلوهم، هما يكونوا سخونين، والحسيلة يعني الشربات اللي كنا خدمناها تكون باردة. انا هنا راني ندير في كل علبة ندير 3 مغارف، نخليها تشرب ومن بعد نزيد لها 3 مغارف واحد اخرين. نكمل نشرب كامل البسبوسة ونروحوا للتزيين. انا التزيين راح نستعمل هذا الكاوكاو اللي راني دايره له عطر البيستاش، نرش كامل من الفوق. بعدها نديرو حبه سوغيس في الوسط، كاين هذه النوعيه ثاني مليحه، وفي الاخير راح نغلق العلب تاعنا بهذه الطريقه، يعني طريقه سهله. هاي ليك. انا هنا راني كملت البسبوسه. المقادير اللي عطيتها لكم مدت لي 18 حبه، يعني 18 علبه. اما بالنسبه للسعر انا نحسبها 4000 للحبه. كما لاحظتوا يعني وصفة اقتصادية ما فيهاش الكاوكاو. انا هنا راح نوري لكم كيفاش جات مشربة، يعني جات خفيفة وجات ما شاء الله، وتتنحب بكل سهولة من العلبة.
ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، وما بقى لي غير نقول لكم سلام.